فوز فعلا مستحق لانه هذيك واحد الشكل جيد. بهذه المناسبه كنشكر اللاعبين الضباط ديالهم من الناحيه التكتيكيه ولا تنفيذهم المهام اللي اشتغلوا سواء من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه. عارفين خصم ماشي سهل منتشي بالاصابات اللي فينا فعلا بقات فينا واحد المباراه، ولكن هذا الفوز غادي يعطينا واحد الدفعه قويه ان شاء الله لما تبقى المباريات. اكيد بانه ضد يعني الخصم اللي كانت نفسه مع على الاقل، ولكن كيبقى فوز بالنسبه لنا اللي فيه ثلاث نقاط، بحال اللي فيه ثلاث نقاط، وهذا ما خدناش باش زعما نبقاو غادي نبقى الفرحه ديال الانتصار، لا اكثر من هذا نفكروا يعني في المباراه المقبله ان شاء الله، لان مازال خمسه المباريات وخصنا نركزوا كثير، لانه عندنا هدف كذلك. وهذه المناسبه كما قلت كنا كنتمناو باش يكون معنا الجمهور ديالنا حتى معنا لهذا الديربي اللي ما كيكون فيه جمهور ما تيكونش داك الطعم اللي يكون عنده طعم خاص. ولكن ما تفوتنيش هذه الفرصه باش نشكرهم نهنيهم نتمناهم كذلك يزيدوا يساندونا اكثر ويمشيو معنا في نفس المسار الحمد لله، وحنا نمشيو معاهم كذلك في المسار اللي باغيين، الا هو تحقيق القاب، الا هو اللاعب اللي كيبغيو الهويه ديال الرجل. ولكن هذا الشيء كنطلبوا منهم شويه الصبر، وكنطلبوا منهم كذلك هذه رساله باش كذلك يعطونا شويه ديال البناء. راه ماشي سهل، الندم راه سهل ولكن البناء ماشي سهل. والبناء الحمد لله بدا، اكيد بان كان هناك مكتب واللي كنشكروه على 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 على, 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 على المده القصيره اللي بداها واللي كتجي كدير يعني الحصيله كتلقاها نسبيا بالنسبه لنا ايجابيه. ولكن في نفس الوقت كنهنيو السيد الرئيس الجديد وكنهنيو هذا الفوز، لان بدايه موفقه اي واحد يتمنى يبدا بفوز سواء كان المدرب كان الرئيس، واظن بان لا هو ولا المدرب ديالو مرحبا بهم فريقهم. هذا الفريق يعتبر عائله وزاويه في نفس الوقت. اكيد بانه ملي كتدخل بنيه ان شاء الله باش تعلي من القيمه هذا الفريق اللي عالمي واللي قوي كبير جدا، اكيد بانه كيحافظ النجاح في نفس الوقت. فاحنا بدينا الحمد لله، ولكن كنتمناو باش تكون هناك استمراريه في هذا الشيء. يعني على المباراه في القلب كون خيرات وكون خير. اكيد. سي توصيل شتي انا تفضل. سي رشيد هنيئا بالانتصار. تنظن بان رشيد قرار مزيان وليد الكريم. قال لك المده اللي كنتي مسافره استعديتي لطول في وقت كان وليد الكريم تيخوض المقابلات. نظرة ثاقبة، نشكرك على السؤال، لأن فعلا ملي كت بغيت دير أي خطة كتقص الخصم، ولكن ما تنساش خصك العناصر كذلك اللي باش يمكن لك، وكتكون عارف الإمكانيات ديال العناصر هذيك باش دير الخطة اللي تكون مناسبة باش يمكن لك يعني تي كونتر كاري، يعني تضغط. وهنا هاد المسائل فعلا قرينا بشكل يعني دقيق كل النقاط اللي كنا نقدروا. الفريق مشى للطريقه اللي كيلعب بها اللي ما تغيرتش بالنسبه لي 4-1-4-1 واللي بها باش حقق اللقب الافريقي. ولكن في نفس الوقت حنا درنا لونتيدوت عكس ديال داكشي كيما شفتوا لعبنا ب 4-4-1-1 واظن بانه سدينا كل بلاصتنا كل المنافذ اللي كتخرج منها الكره سواء كان جبران اللي كان معنا تولي سواء حسوني كواحد يعني صانع العاب اللي كان معاه هجوم ولا الاظهره اللي عندهم يعني حس هجومي حتى دفاعي ديالي دليل بانه عطيت الله ولا انا سدي لهم العناصر اللي عندهم حس كذلك لاعبين وسط الميدان ولكن عندهم حس هجومي كيشجلوا لا زريده ولا نقوم وهذا نجحنا فيه لانه كان هناك توازن داخل الفريق واكثر من هذا ماشي غير اننا كندافعوا كانت يعني المعركه في وسط الميدان ولكن كان دائما حنا كنبادلوا الهجومات اكثر يعني بسرعه بخلق ممرات سواء في العمق سواء من الاظهره من الاجنحه. وهنا كنبني اللاعبين كما قلت عن الانضباط اللي قلت لك في الاول الانضباط التكتيكي وطبقوا وملي كتطبق وكتكون منضبط وكتكون يعني سافري تفي بليزير تمتعنا لان هذا لا ديال الرجاء فهمتيني كتسمع الهضره ديالك
دونك وراء بقى وحده هذا وشونجي من هنا لهنا اكيد بانه لقينا 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 شنو بغينا وطبقنا سجلنا خلقنا فرص جديد كانت فرص واضحه ملي كتشوفوا الفرص الواضحه ولكن سجلنا واحد الرجل ولكن هذه كره القدم لانه باش ننتصر على المداد بحال لقب السر فهنا بينت بان القوه ديال الفرقه البيضاوي كانت اليوم في هذا المنطقه. اليوم كنشوفوا انتصارين ديال فريق الرجاء البيضاوي، اولا انتصار ديال المكتب المسير لانتخاب الرئيس الجديد، وثانيا جهاد الفوز كما كيقولوا يعني عطى واحد الشحنه. وليد الردرابي، وليد الردرابي صرح بان الفوز ديال فريق الرجاء البيضاوي اليوم انه جاء بان قال بان الرجاء كان مستريح وهو كان كيوجد الفينال ديال كاس كاس الاطلال. يعني عطى هذه الميولات عطى بان الرجاء كان مستريح هذا اللي قبل ما تغلبش. اللي بغينا نبدا في نبغي نسوا واش هاد الانتصارات الصح على صعيد البطوله وكاس العالم. نبدا بان كان قرر اخ صغير اظن بانه اول من 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 ما نقولكش حتى ولكن من جاء دخل بيا وليد الكراكي في الطاقم التنفيذي ديال المنتخب الوطني يعبر به وهذا شرف ليا ملي كيكون شي واحد داز معاك الطاقم ديالك ونجح اكيد كتفرح ليه لا هو ونرجع والي ولا فريق سكيتيوي ولا اي واحد ولا دابا اللي نتمنى كذلك لا بوشعين بارك لان ما كنكونوش غير لان ما كنعاملش انا الطاقم ديالي كغير واحد اللي غادي غير يدير يحط البلو ولا يدير هنا بالعكس يعني كتهيلو السي محمد الكاري تبارك الله اللي حصل على الدبلوم ا مؤخرا مشى مبارك يدير بي و بغا يدور ا ونبغي يكون هذا الشيء واظن بانه الا كان فعلا وليد تحليله ما غاديش ما غاديش بالعكس ولكن ما كناش فرحه لانه احنا من المباراه الاخيره اللي لعبناها الان راه بشهر تقريبا ولكن ما كسناش لان استعدينا احنا في الكبير لعبنا اربعه ديال المباريات لعبنا ضد سوال لعبنا ضد طنجة ولعبنا ضد وفاويدان ولعبنا مؤخرا ضد المنتخب ديال اقل من 23 يعني راه حنا بقينا في لا كومبيتيسيون اظن بانه الا توقفتي فعلا ماشي باش ترتاح راه خصك تبقى في لا كومبيتيسيون بالعكس انا كنت تمنيت نبقى انا نلعب ثاني هذا العصبة الابطال ونجيو نلعبوا هذا الماتش وغيكون نفس الشكل. سؤال؟ تفضل اخر مره لعبتي في الديربي محتاج طنجة ب 3-0 اليوم عاوتاني الديربي بجوج صفر واش نقدروا نقولوا بلي رشيد طوسي لقى النواف ديال الديربي واش هو انت تحسي لي عطيك علاش ما كنتيش كنتمنى نلعبو 3-0 وكنا قادرين ولا لا؟ لا ولا بصراحه كنحترموا الخصم لان خص الاحترام ولكن في نفس الوقت فعلا المباريات ديال الديربي لها قراءه خاصه اكيد واكيد بانه ملي كتلقى وانا كنزيد نشد بحرار اللاعبين اللي يعني كيتجاوبوا معاك وكيطبقوا وكيستوعبوا بسرعه اكيد بانه كتكون هذا وكتقل الاخطاء تقل الاخطاء شفتوا كم الاخطاء الدفاعيه كتقيل بزاف يعني كانت الصرامه الدفاعيه اللي كتشوف فرد الله مرمون اللي دودي والكاس كتشوف قياده ديال الزنيتي فرد الله كاسد كتشوف الرجوع ديال الدفاع ما كانتش عليك لان راه ملي جيت انا الفريق الرجاء البيضاوي راه افتقد جوج اللاعبين اللي تصابوا واحد رجع معايا بونت اليوم ولكن غندخلوا يعني تدريجيا بشويه اللي هو الوردي شفتوا وكذلك العرجمه علما بانه كاينين يعني دابا مثلا ملي كدور البونتوش كنلقى كاين شي حاجه فهمتي والحمد لله واكيد بانه اللي هضرت على انه دائما كتمشي للشباب انا دائما جو سوي انترينور فورمات جيم بيان لي جون ولكن لي جون الفوق تما خصهم يتحركوا كل واحد يجي فوق اكيد بان ملي كتشوف شحال من واحد بلا جديده خصهم الاول بلا جديده راه مزيان ولكن ما تيدخلش كيعطيك الاضافه ولكن كل مباراة عندها قراءة ديالها اليوم إلا كانوا عناصر اللي نلعبوا اليوم أكيد بأن عناصر أخرى إن شاء الله تكون داخلة في النواة لأن النواة ما كتكونش غير الفرقة ما كتكونش غير محرجة تكون من 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 المجموعة اللي شفتوا اليوم لاعب ولاعب آخر باش دائما هي كل واحد يكون ودوره هو باش نطور
انديفيديالمون يعني فرديا كل لاعب ينطبق الفريق جماعيا باش يظهر نظر كيليق بفريق رجاء ويليق يعني بشوكيته فريق رجاء وفي نفس الوقت تحقيق الانتصارات ماشي نلعبوا غير باش 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 نديروا سبيكتاكل ولا باش غير نديروا التيكي تاكا لا نلعبوا باش نربحوا ان شاء الله. لا تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.